النكتب الأغاني. لك أنا بدي أغاني. فهمت عمي، قال هذا كتاب مهم، هيك قال لي صاحب المكتبة. متأكد؟ إيش مصلحته هيك زين؟ بعدين شوفي شلون مجلدين جلد حلو، حلو منظرهم مشان المكتبة. لك وهي كمان كتاب الأغاني، كم نسخة جايب؟ لا أمرت عمي، هدون كذا جزء وكل جزء كذا كتاب، مثل المسلسلات، شلون المسلسل كذا جزء وكل جزء كذا حلقة وكل حلقة لها موضوع. يا أمي لك شو ها؟ ليش كل الكتب؟ كلها بدك تقريها؟ تك أنا فاضية للقراية، بس كل العالم عاملة مكتبة برستيج. شو هي برستيج؟ يعني قيمة. لا إنجليزيتك ما بها شي مرت عمي، منيحة. حفظتها من كتر ما قالوا قدامي. شو هاي أمي؟ كيف تتزن؟ يسلوا بدنا، شو ها؟ هذا وصاني عليه أبو ياسر. أبو ياسر صار متجوز 3 نسوان، لساته عم يشتري هيك كتب؟ قال في أساليب جديدة حابب يتماشى معها. بجوز عم يحسن مستوى الثقافي مشان ما يعود يطلقوه. راسه لا.